evaluation of the herniated lumbar disc. طبعا in the lumbar region يعني in a lot of people with intervertebral disc problems. Intervertebral disc problems. Okay? نزل تحت شوي. معلش انا عايز ايه اشوف عنده انتر ستريت. بنعمل حاجه اسمها ستريت ليج ريزنج تيست. ستريت ليج ريزنج تيست. ستريت ليج ريزنج تيست ده سلام حضرتك. ستريت ليج ريزنج تيست ده هو بنعمله ازاي؟ انا برفع رجل العيان وهو نايم على السرير كده سوباين بوزيشن. سوباين بوزيشن برفع رجله خلاص لحد ما يقول لي في ايه الم ورا هنا. مفيش مشكله الالم ده طبيعي خلاص الالم ده ايه طبيعي اتفقنا خلاص. طب عايز اشوف اذا كان في ديسك برولابس ولا لا. برفع لحد ما العيان يقول لي ايه في هنا رجل شاده جامد الهامسترنج ماسلز اللي ورا مشدوده خلاص خلاص هو اقصى حاجه قدرت اوصل لها ماشي. طب هعمل ايه بقى حاجه هنا كده واعمل حاجه اسمها دورسي فليكشن. دورسي ايه فليكشن كده خلاص. البيشنت نورمالي مش هيحس بحاجه ظهرك وبيعك في حاجه مش هيحس بحاجه خلاص. انما لو عنده ديسك برولابس هيبدا العيان يشتكي ايه من الم في الظهر ونازل على ايه على الباك خلاص. يبقى ده اسمه ستريت ليج ريزنج تيست. ستريت ليج ريزنج تيست فور انتر فيرتبرال ديسك برولابس. اوكي العيان سباين بوزيشن ببدا ارفع رجل العيان ارفع 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 خلاص مش هقدر ارفع اكتر من كده خلاص الهامسترنج مشدوده خلاص. اوكي العيان نورمالي هيبقى في شويه شد هنا مفيش مشكله خلاص. اعمل ايه بقى؟ اعمل حاجه اسمها ايه؟ دورسي فليكشن. لما بعمل دورسي فليكشن لو في بين في البنك ونازل على الرجل يبقى دوت اسمه ايه؟ بوزيتيف ستريت ليج ريزنج تيست. بوزيتيف ستريت ليج ريزنج تيست خلاص. طبعا اقوم رايح الناحيه الثانيه اعمل على الايه اذر ايه سايد نفس الايه الكلام وابدا اعمل ايه دورسي فليكشن خلاص. عرفنا ستريت ليج ريزنج تيست بيتعمل ازاي واضح. طب في اي سؤال في الفرتبرال كولون من الشباب؟ الفرتبرال كولون الخطوات اللي انا قلت عليها واضحه؟ واضحه. نيجي بعد كده بقى نبدا نتكلم على اللور ايه لين. اللور ايه لين هنبدا بالفيت والانكل. الفيت والايه والانكل خلاص. طبعا هنعمل انسبكشن نشوف الكالس والايه. كالس يعني ايه؟ عباره عن ايه؟ الناس كده بيضه بتبقى عباره عن حاجه بيضه كده ايه مدوره وكبيره خلاص كالس خلاص. الكالس اللي هي طبعا ايه سكار اخطر ايه ووند او مطرح مثلا ما انت في احتكاك باستمرار في منطقه معينه يعمل الكالس. والكورن اللي هو عين السمك يبقى بص على الايه اذا كان في كالس ولا ايه كورنس مورفولوجي تمام. بعد كده بنبص على ديفورمتيز اور نودجولز. ديفورمتيز بمعنى ايه؟ ممكن هنا تبص تلاقي حاجه اسمها تاليبس اكواينو فيروس. ايه تاليبس اكواينو فيروس؟ بتبص تلاقي واحد مولود بدل ما رجله عامله كده تلاقي رجله ايه؟ القدم بتاع رجله داخل لجوه كده. ها؟ اسمها تاليبس اكواينو ايه؟ فندور على ايه؟ اي ديفورمتي ولا هي نورمال سواء الفوت او الانكل كلهم نورمال ولا في حاجه abnormal. Deformities, example of deformities, حاجة اسمها تاليبس اكواين فيروس. Deformity ودي في الأطفال الصغيرين منتشرة كتير بتحصل كتير بنشوفها كتير في العظام. خلاص؟ خلاص يبقى احنا عندنا بشوف الديفورمتيز وإذا كان في أي نوديولز ببص أنا أشوف إذا كان في أي نوديولز موجودة في الإيه في اللور إيه في الفوت. خلاص؟ أبص عليها لو نوديول عبارة عن إيه طبعاً إيه؟ سمول إيه ماس باينة قدام مني بروميننت توتال. خلاص يبقى بص على اول حاجه الكالس والايه والكورنس. بعد كده ابص على ديفورمتيز لو في اي ديفورمتي واضحه قدام عيني. تاني حاجه بنبص على نودجولز. بص على ايه نودجولز. نيجي بعد كده ان سواء بقى في الفوت او في الانكل ابص هي نورمال ولا فيها سويلنج
في اي حاجه من الضربه وقارن بين الرايت والليفت ايه صليب وقارن بين الرايت والليفت ايه صليب خلاص يبقى شوف اذا كان في اي سويلنج في الناحيه دي وبعد كده بص كده في سويلنج مفيش اي سويلنج عند الراجل ده عشان ده هو نورمال اصلا فما مفيش اي سويلنج موجود عنده خلاص ده بالانسبكشن ده بالايه انسبكشن نيجي بالبالبيشن خلاص هنشوف الانكل جوينت الانكل جوينت بعمل لها بالبيشن ازاي بحط ايه بحط ايديا الاثنين ورا كده الصوابع كده والايه والثامب الرايت والليفت ثامب كده بحطهم قدام وابدا ايه من الميد لاين كده واخش على ايه ايه لاترال كده وايه واعمل بالبيشن الانكل جوينت خلاص واضح يبقى انا ايه صوابعي ورا اهي خلاص وابدا اعمل بالبيشن الانكل ايه جوينت لما بعمل بالبيشن بشوف اذا كان في سويلنج تندرنس خلاص طبعا في وورمز في الظهر ده كده اذا كان في ايه سخونيه خلاص بعمل بالبيشن للايه للانكل جوينت ازاي بعمل بالبيشن للانكل جوينت انا ما اتكلمتش عن نظري كتير انما احنا بنقول ايه نشتغل بايه اكتر اهو شايفين اهو احس الانكل ايه جوينت من ايه من النص كده واروح لاترالي كده وميد جن خلاص يبقى ده ايه الايه الانكل جوينت نيجي بعد كده عايزين نشوفوا الاكيليس تندون فين الاكيليس تندون ها الاكيليس تندون فين دي ورا هنا اه تندون اكيليس خلاص بمشي على الايه تندون اكيليس خلاص واحس الايه تندون اكيليس في الرايت وبعدين في الليفت ايه سايد اوبزرفيشن تمام يبقى انا ايه حسيت وعملت بالبيشن الانكل جوينت and palpating the tendon Achilles اذا كان في اي نوديول في التندون Achilles دي ليها معنى مش مهم دلوقتي انك ما نعرف ايه التفاصيل خلاص يبقى اول حاجه بعمل palpation للانكل جوينت anterior surface of the ankle joint ثاني حاجه palpating the tendon Achilles تندو ايه Achilles Achilles نيجي بعد كده عايزين نشوفه ال الميتاتارسوفالينجال ايه جوينتس الميتاتارسوفالينجال جوينتس هي فين الميتاتارسوفالينجال جوينتس ده هي اللي بين افتكر كده اللي بين الميتاتارسال بونز اند بروكسيمال فالانجيز اند بروكسيمال فالانجيز يعني هنا في المنطقه ايه ده هي خلاص المنطقه ده هي خلاص طبعا انا عايز ايه احس كل مع بعض بعمل ايه اهو بضغط كده خلاص واضغط ايه كده لو في بين تندرنس بيظهر في العيان ليها معنى خلاص طب انا عملتهم كلهم مع بعض كده بالشكل ده تمام طب عايز اعمل كل ميتاتارسال جوينت لوحدها خلاص الصمب من ناحيه والايه والاندكس من الناحيه الثانيه خلاص اهو شايفين واضح كده واضح الناحيه الثانيه تحط ايه في الجوينت لاين في الجوينت ايه خلاص كل جوينت لوحدها خلاص يبقى في الاول عملت ايه في المنطقة بتاعت الفور فوت اللي هو قدام ده هو عملت كده بالشكل ده هو يبقى خدت ايه حسيت كل الميتاتارسال جوينتس كلهم مع بعض خلاص الخطوة اللي وراها ابدا اشوف كل واحدة لوحدها الصمب فوق والاندكس فينجر ايه لتحت خلاص نيجي بعد كده تيست فور رينج اوف ايه موشن قدم رجلك تقدر تجيبه لي عليك لا ما ادم الرجل ادم الرجل كده ايوه ده اسمه ايه ده فليكشن لا دورسي فليكشن دورسي ايه دورسي فليكشن اللي هو بيعني عندنا هنا اكستنشن في الابر ده اسمه دورسي فليكشن دورسي ايه فليكشن خلي ادم رجلك يروح تحت الارض ده اسمه ايه بلانتر فليكشن بلانتر فليكشن خلاص يبقى اول حاجه ايه دورسي فليكشن ده بلانتر فليكشن ايه دورسي يبقى نعمل دورسي فليكشن ونعمل بلانتر فليكشن خلاص ده الانكل دي الموفمنتس اللي بتحصل عند الانكل بس
دورسيفليكشن بلانتر فليكشن خلاص. طيب ان انا اعمل بحط لكم حاجات قديمه يعني. ان انا اقدر اخلي رجليا ادم رجلي يبص من اللي جوه او يبص لبره دي اسمها ايه؟ اسمه انفرشن وايه؟ ريفرشن. انفرشن ايه؟ الانفرشن والريفرشن ده ما بيحصلش عند الانكل جوينت، انما بيحصل عند جوينت اسمها سب تيلر جوينت. سب تيلر جوينت. طب هعمل اكزامينشن السب تيلر جوينت ازاي يا شباب؟ السب تيلر جوينت هنعمل لها اكزامينشن ازاي؟ بص لقيت جي ماسكه الرجل من تحت خلاص؟ وهنا ده اسمه ايه ده؟ كعب الرجل اسمه ايه؟ الهيل. الهيل صح؟ طب انا مسكت كده والهيل، اعمل كده يبقى ده انفرجن، واعمل لبره كده يبقى ده ايه؟ ايفرجن. يبقى ده ايه؟ انفرجن. اثبت ايه ده ايه؟ كده انفرجن، والبره ايفرجن. انفرجن ايفرجن، انفرجن ايفرجن. خلاص؟ طب الترانسفيرس تارسال جوينت او الميد تارسال جوينت هنا خلاص؟ هفحصها ازاي؟ رجل ماسكه مين؟ الهيل. والرجل الثانيه؟ ثبت الهيل، ثبت الهيل، هعمل كده لجوه، واعمل كده لبره، يبقى دي ميد تارسال جوينت، ميد تارسال او ترانسفيرس تارسال جوينت. خلاص؟ يبقى في ثلاث انواع من الاكزامينيشن للفوت والانكل. خلاص؟ اول حاجه قبل ما اجيب رجلك ادم رجلك عليك كده في رجلين الاثنين اشتغل بالرجلين ده اسمه دورسيفليكشن خلاص على ناحيه الارض كده ايه بلانتر تمام. طب عايز اعمل تيست انت دوس واحد الحاجه الثانيه السب تيلر جوينت عايز اشوف الانفرجن والانفرجن عند السب تيلر جوينت سب تيلر جوينت خلاص. هنعمل ايه؟ بايدي الشمال همسك اللور ليمب اللور ليك همسكها بايدي دي واثبت ايديا خلاص، وامسك الهيل كده خلاص، وابدا بايدي اليمين اجيب الهيل احرك ايه القدم لجوه واحرك القدم لبره. اللي جوه اسمه انفرجن والبره انفرجن ماشي. تالت حاجة عندنا هنا اللي هي الميد تارسال جوينت، أثبت الهيل، الهيل بتاع الرجل أثبته، وأمسك الفور فوت، ده اسمه الفور فوت، خلاص؟ أحرك لجوه وأحرك لبره. فور فوت، ده ثابت كده، أحرك لجوه وأحرك لبره. تمام؟ واضح الإيه؟ التلات حاجات اللي عملناهم؟ واضح. نيجي بعد كده للني والهيب. ممكن تقف معلش بعد اذنك. معلش هطلب منك طلب سخيف شويه، ارفع شنبر البنطلون لفوق. يعني بص عشان ايوه ارفع بقى ارفع بقى ارفع اذنك لفوق. بس ارفع ارفع هو هيتعلم ارفع بقى ارفع ارفع كمان والناحية التانية بعد اذنك. شايفين اللي ورا ولا مش شايفين؟ طب تعالى كده يعني حاولوا تعالوا تطلعوا خش حتى دايرة لازم تتباصص. شوف مش هتعرف اللي ماسك الموبايل ورا